ترأس اليوم وزير الصحة الحسين الوردي ووزير الداخلية محمد حصاد لقاء خصص لتقديم التحضيرات التي يقوم بها المغرب لمواجهة أي إصابة محتملة لوباء فيروس إيبولا. وقد تم وضع مخطط وقائي يرتكز حول إجراءين رئيسيين، يتعلق أولهما بتفادي دخول هذا المرض، والثاني برصد ومعالجة مخاطره. هذا المخطط الوطني اللي عنده اللي فيه 4 نقاط. اولا التدابير الوقائيه باش نحاولوا ما امكننا هذا الفيروس ما يدخلش البلاد. ثانيا التدابير اللي غادي تمكننا باش نتكلفوا بالحالات المشتبه فيها اللي لا في الطائره ولا في نقطة العبور. ثالثا التكفل بالحالات اللي غادي تكون موجوده لا قدر الله في البلاد. واخيرا التحسيس والتواصل مع المواطنين ولا التنسيق بين جميع الجهات. السلطات المغربية اتخذت إجراءات احترازية ووقائية صارمة لمنع وصول عدوى إيبولا إلى البلاد عبر فرض رقابة مشددة على كل المعابر الحدودية ومطارات المملكة لضمان خلو الوافدين إلى أراضيها من الفيروس. خطر انتقال مرض الإيبولا إلى المغرب هو جد ضئيل، لكن من المهم أن يتهيئ البلد للوقاية وما يتم بالفعل. المنظمة العالمية للصحة طورت برنامجا لدعم الدول وتقوية جاهزيتها لمواجهة أي خطر قدوم لمرض الإيبولا، وذلك من خلال تعزيز المراقبة في المطارات والمعابر الحدودية والموانئ. السلطات المغربية عملت منذ بداية انتشار الفيروس قبل شهور على تجهيز مستشفياتها ومختبراتها الطبية بالعدة والوسائل اللازمة لمواجهة ظهور أي حالة إصابة على أراضيها.